أحسن الله إليكم. هذا يسأل فيقول: ما حكم التأمير في السفر؟ وهل للأمير طاعة؟ المسافرون يجب عليهم أن يؤمروا واحداً ينهي خلافاته، إمارة مؤقتة وقت السفر، وفي بعض الأمور أيضاً، في بعض شؤون السفر فقط، يطيعونه في شؤون السفر فقط، هذه إمارة مؤقتة وفي حدود، وتأمير الأمير سنة فيها لأجل ينهي خلافاتهم إذا حصل بينهم خلاف، يعين لهم المنازل ويعين لهم وقت الرحيل وينتهون إليه ولا يصير هناك جدال. نعم.